مشاهدينا اهلا بكم. والنشرة الجوية، يسود طقس بارد شمالا للوادي البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل الدفء جنوبا وجنوب سيناء نهارا، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، وامطار خفيفة الى متوسطة شمالا والوادي البحري، مع نشاط الرياح جنوبا والسواحل الشمالية وجنوب سيناء. وعن التوقعات الثلاثة ايام القادمة لدى اهل القاهرة، الأحد 8/16، الاثنين 8/16، والثلاثاء 9/17. أما عن شرم الشيخ، الأحد 13/21، الاثنين 13/21، والثلاثاء 14/21. وأخيرا مع الأقصر، الأحد 11/23، الاثنين 11/22، والثلاثاء 11/21. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجة الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 8/16، الإسكندرية 9/15، دمياط 10/16، بورسعيد 10/16، العريش 8/15، رفح 7/15، الإسماعيلية 8/17، السويس 9/17، مطروح 9/14، وادي نطرون 9/16، المنصورة 8/16، طنطا 8/16، دمنهور 10/16، سانت كاترين 3/12، الغردقة 12/20، شرم الشيخ 13/21، الفيوم 8/18، المنيا 9/19، أسيوط 8/18، سوهاج 10/19، قنا 10/22، الأقصر 11/23، الوادي الجديد 12/23، أسوان 11/25، حلايب 14/25، شلاتين 13/23، أبو رماد 14/23، رأس حدربة 15/23.